بالنسبة لمعمل صفاقس، كما قلت هو انطلق سنة 1952، سأختزل وأمر مباشرة إلى سنة 2008. آنذاك إثر مجلس وزاري وقع برنامج على أساس أنه يقع تعويض نشاط هذا المعمل بأنشطة بيئية 100% محافظة على مواطن الشغل المباشرة وغير المباشر آنذاك. منذ ذلك الوقت خدمة اللجان وانبثق عنها كثير من المشاريع البيئية، أهمها تركيز مركز للبحوث على أرض المعمل، وهو الآن كل البيانات حاضرة. أنا عندي علم من داخل المهندسين أنفسهم، من الناس نزهة لا نذكر أسماءهم، قل لك في تركيبة المادة الجديدة ثم مواد ملوثة، وهو ما باعترافهم أنه ليس هناك منتوج كيميائي غير ملوث، ليس هناك مصنع كيميائي غير ملوث، ويقول لك لا فقط ننظر في المعايير وهل ترى مقبولة المعايير دوليا منا فوق المعيار الدولي ولا لا لا لا، المصنع ملوث ومعطل للتنمية. وشهدت بأم عيني السوائل السامة تنحدر إلى البحر، وشهد بأم عيني المراكب الصيد تصطاد الأسماك في الحوض نفسه، مما يعني أن الناس في صفاقس، المواطنين في صفاقس يستهلكون الأسماك الملوثة ويعانون من بصفة جدية من تلوث الهواء، تلوث البحري. كيف ثم مياه تخرج من المعمل يبقى اللي نشوفه فيه ساعات على اللي يخرج هذا في بعض الفيديوهات وبعض غيره، اللي ثم كمية كبيرة متاع ماء وكذا متر كب وتتصب في البحر سنويا وكذا، ترانط متاع غاز تمشي في الهواء، هذا كله راه مش صحيح، لأنه صحيح ثم ما يخرج من المعمل لكن كميته صغيرة قدام اللي ثم مصادر أخرى متاع ماء اللي هي تجي في نفس المسار متاع المعمل هذا باش تمشي للبحر. ثم مصادر أخرى اللي هي خارج عن نطاق المعمل، التلوث اللي الإشعاعات وغيره معناها يثبت معناها بشهادات متاع الوكالة العالمية للطاقة، ودرجة الإشعاع اللي موجودة في الطابية اللي هو تقريب نصف المعايير العالمية، لأنه الفوسفات التونسي معروف اللي هو في العالم هو أقل فوسفات فيه إشعاعات. تصور معناها الاتحاد يقبل يكونوا منظوريه اللي هما يخدموا ثم، وعائلات اللي هما في الأغلبية يسكنوا في الحواس تاع المعمل، ومش يسكنوا في قارة واحدة أخرى، يسكنوا في المعمل، يقبل كونهم يمرضوا حسب الادعاءات اللي تقول هالأمراض الخبيثة وغيره، وكونهم ما يوصلوش باش يعيشوا باش هو العمار بيدربي، ما يوصلوش باش يعيشوا باش يعيشوا صغارهم ويكبروا صغارهم وينشحوا صغارهم في قرايتهم، مقابل كونهم هانهم يقعدوا يخدموا بعنوان هاني نحافظ على مواطن الشغل. اسكو هذا هو الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يقول الكلام هذا يقصد هكا؟ معناها هذا الكلام مش صحيح. اولا النضالات البيئيه ما تقتصرش كان على السياب، نحن الان بصدد الحديث عن السياب، فهمت؟ ولكن السياب هي الملوث الأساسي الكبير في الساحل الجنوبي، 5600 هكتار، 5600 هكتار مرهونة في معناتها شريط ساحلي على الشريط الساحلي، فهمت؟ لكن ثم عديد المؤسسات الأخرى الملوثة فعلا، ولكن المؤسسات الملوثة كلها ما تعرف أنت
كي التلوث يجلب بحده يجلب بحده التلوث. شنو تحب تجي بحده التلوث وقت اللي السياب تنصبت في 52؟ شنو تحب تجي تحط بحدها ملعب رياضيه ومسارح وصارت افراح ومنتزهات؟ ما هو شيء طبيعي انه يتلمد بحدها يعني الملوثات الكل، من ديوان التطهير الى فضلات المرجين الى مصب الزبله، هذا اللي موجودين بحدها، الى كما قلت معناتها ما يقرب على أكثر من 80 مؤسسة صغيرة أيضا ملوثة بجانب هذايا. نحن عندما نحكي على غلق السياب اللي هي وأخذ جزء كبير من تلك المنطقة واللي هي الملوث الأساسي مئات المرات بالنسبة لبقية المصانع، يعني في سياق خطة شاملة، نظرة مستقبلية، نظرة استشرافية لهذه المدينة، لمصالحة هذه المدينة مع البحر ومع الشاطئ متاعها، وأنا الشريط متاعها تسترجعوا شريط ساحلي كامل، معناتها تسترجعوا وفهمت في إطار خطة شاملة. قريبا إن شاء الله ستصدر منها طلب العروض لبناء هذا المركز بوسائل حديثة جدا ووسائل تقنية، معناها في مستوى البحوث بتاع المجمع الكيميائي التونسي. ثم أنه أوقع كذلك اكتشاف من صنع سماد جديد صديق للبيئة، اللي هو يتمثل في مزج أو خليط بين مادتين، خليط فيزيائي دون التفاعل الكيميائي. هذا السماد ومر منها بالمراحل الأكاديمية والمراحل النظرية ثم المخبرية ثم على مستوى صناعي، وقعت التجارب على مستوى صناعي وبعنا منه منها كمية، وكانت وقد لاقت منها رواجا طيبا وصدا منها إيجابي جدا. فهذا السماد وأثناء صنعه وأثناء التجارب على مستوى الصناعي وقع تحليل الغازات المنبعثة، وقع منها دراسة من طرفنا في الواقع، من طرف المجمع الكيميائي التونسي، من طرف مهندسينا وأعواننا، ومن طرف منها إطارات البحوث، وأثبت أنه فعلا صديق البيئة. ينتجون ويصدرون بطريقة غير شرعية بانتصاب فوضوي، هم منتصبون في إنتاج جديد بطريقة فوضوية تجاوزا لكل القوانين، تجاوزا لمؤسسات الدولة، لأنهم ينجوا فيه بدون الترخيص المسبق اللي هو مفروض في القانون، وبدون القيام بدراسة الانعكاسات على البيئة. وأحمل الحكومة ورئيس الحكومة بعد وزير البيئة وغيره من الوزراء مسؤوليتهم كاملة في هذا الشأن، هو السكوت على إجرام. لماذا قاموا بذلك؟ تحب أقول لك لماذا؟ لأن المنتوج الجديد فيه تلوث يا سيدي الكريم، وملوث إلى درجة كبيرة، يعني الدخان سيتواصل، ربما مش بنفس الدرجة ولكن سيتواصل. وشنو هو المصنوع الجديد هذا؟ علاش يعتمد المنتوج الجديد؟ يعتمد في تركيبته على الفوسفوجيبس اللي هو مصنف مادة خطرة. أحادي التركيبات الأحادي الفوسفات الرفيع هي من فواض الفوسفات، والفوسفات كمية قليلة من الفوسفات، وبالتالي تتوقف وحدة إنتاج الحامض الفوسفوري والحامض الكبريتي، إذن مفهمش تلوث. حتى كي مش يشوفوا بعد الرأي العام مش يشوف شيميني فيها دخان، هو مش دخان، هو ليفاباراسيون دو، انه كي يقع تصنيعها يولي دي جران، هاك لي جران هذوك باش يشيحوهم الماء يشيح، عباره على مقفول تاع كسكسي كما نقولوا احنا في ديارنا، انه يشيح الماء، اذا ما فهمش التلوث. والمجمع الكيميائي التونسي تحصل اللي نعلم به على رخصه من وكاله رسمي المانيا، لأنه قاع هو التجربة وقت على مدة أشهر، والاتحاد الأوروبي ما يقبل أي منتوج، ما يقبل أي منتوج كان ما مرخص فيه ومهوش مضر بالصحة والبيئة.
ثم انه بالنسبه للعمال، عمال راهو حقا مضمون، هذا لازم يكون بديهي، وعددهم مش كبير، وعمال الامبيكا وقع حل مشكلتهم واعطاهم ترضيات واعطاهم معناها مواطن اخرى للشغل والا مشاريع جديده. ثم انه اكثر من هذا، هذا راهو يخدمنا عشرات الالاف، راهو مجال اكثر من لاك، معناها اكثر من بحيره تونس، اوسع من بحيره تونس، معناها يمكن لصفاقس انها تنتعش ويصير فيها استثمار ويصير فيها منتزهات ويصير فيها معناها فضاءات تجاريه واقتصاديه اللي مشغل عشرات الالاف. لازم نفكر في المستقبل، احنا نفكر في مدينه صفاقس للمستقبل. ثانيا اللي يمكن معقولش تو الشواطئ الشماليه الشرقيه نعملوا فيها منتزه والا ساحل صالح للسباحه، وانت عندك معناها مصنع ينفذ عليك، انت ماشي البحر تاخذ شويه هواء نقي، واذا به هو عنده شميني يسيب عليك في الفلفل ويدعي انه بخار ماء وهو مش صحيح. هذا بعتيره فهمهم. ثم ناس اخرى لدوافع معينه، وهنا مباشره اتهم راس المال. واذكركم بشيء، انه وقت وقع غلق مصنع الامبيكا في اعتقادهم انه حتى المجمع الكيميائي اللي هو مصنع الثياب سيتم غلقه، وبالتالي شروا اراضي رخيصه وقت للاستثمار فيها، وباش السوم يطلع متاع الاراضي هذيك يشريه، كان شراه على دينار وثلاثة دينارات يصبح يبيعه على 300 دينار، يبني فيه محلات تجارية ومحلات سكنية وإلى غير ذلك. رجال الأعمال كما قلت لك سبقت أني قلت لك راهم شراوا أراضي بسوم رخيص ياسر. وقت سكر السياب مش يولي الفالور متاع التران يطلع، بالتالي هما المستفيدين الوحيدين. بالنسبة للسكان اللي عندهم 20 و30 سنة يسكنوا مقابل السياب واللي هم أبناء الشعب، هم علاش شراوا غادي؟ لأنه فما السياب عام 52 بدأت الإنتاج متاعها، هم اللي سكنوا بعد لأنه الأرض رخيصة وقتها، ما همش هما قبل السياب، هما جاءوا بعد السياب، معناها ما هم شكل المستفيدين هم رؤوس الأموال. بالنسبة لتهيئة السواحل الشمالية، نقول رؤوس الأموال شبيك ما استثمرتوش في تبرورة اللي وقع غلق معمل لامبيكا هنا في قلب تقريبا في قلب باب حمر، شبيكم التو ما عبرتوش عن نيتكم؟ لأنهم ما شراوش أراضي وقت، لأنه الأراضي بعد وقت تهيئة متاع البحر والشاطئ. الحديث اللي موجود كونوا ثم ممول اللي هو أوروبي، الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي، الحقيقة تو ما عنديش بالضبط شكون هو الممول هذا، اللي هو الناس هذه تقول اللي راهو هذا فرض عليهم، فرض باش يمول المشروع نتاع تبرورة يلزم إيقاف السياب. هذا مش صحيح، وهذه مغالطة كبيرة، لأنه نفس الممول هذا خذا من عنده المجمع الكيميائي قروض لإنجاز مشاريع ومشاريع مهمة. إذا كان ثم مشاريع تبديل وجهة منها الجهة هذه، نحن المجمع الكيميائي التونسي سيكون منها في مستوى الاستجابة لهذه السياسة المتمثلة في استصلاح أو تبديل معناها مظهر أو ما إلى ذلك، ولا يقلقون أصلا. فما محاولة تراجع في تاريخ الغلق في موفى 2016، ولكن هذه التصريحات قاعد يقول فيها الرئيس المدير العام متاع السياب، والرئيس المدير العام غير مؤهل، لا يمثل سلطة قرار، غير مؤهل باش يقرر وقتاش الجهه هذه تتنفس، مش صفته هو رئيس مدير عام يقرر الحياه نتاع مليون بشر. وحده الانتاج الثانيه بالمضيله تكون جاهزه للانتاج كان في جانفي 2018 تقريبا. فما معلومه انه المجمع الكيميائي كيتاخر يوم واحد في الشارجمون تاع باتو يخلص 12,000 دولار، خلي من يعمل عقد 250,000 طرناطة ل 2016
وما يوفرش الانتاج، يولي هو اللي يخلص، ماش الدوله هذيك اللي شرات هي اللي تخلص. هنا كانوا شعار انتخابي من الحكومه ولا من غيرها انه تقول سي مش نسكروا المجمع الكيميائي بصفاقس، هذا كلام موش جدي وكلام تاع حمله انتخابيه ومتاع مسكنات.